المهم بالنسبه للسوق غادي مزيان شويه، ما كاين مشكل. ولكن المشكل كاين ديال هاد الفيسيات، فهمتي؟ كاين مشكل فيسيات، وكاين مشكل حتى ديال الناس كيخدموا في الشارع وداك الشيء. كنقصوا لينا حنا من الكليان اللي كيقدروا يوصلوا هنا، حيت منطقه محدوده، الكليان ديالنا محسوب، فهمتي؟ لكن هاد الناس كيقدروا ياكلوا من هنا، ماشي بلاصه مدوازه ولا دابا الكليان اللي كيجيو من الجرده كيبقوا الكرارس تما كيبغيو يشريو، حنا ما كيوصلنا حتى واحد، فهمتي؟ هذا هو الواقع هو هذا. وحنا بغينا يسدوا لنا من الجنب او الثاني. راه التطور ما واكبوناش، خصهم يواكبوا لنا المشروع، فهمتي؟ حنا كجمعيه بغينا نواكبوا لنا المشروع، وتم غادي المشروع كيتطور، فهمتي؟ يديروا لنا جوانب، دخلنا شويه الضوء هذه المسائل، باش يزيدوا يدفعوا بنا قدام، حتى حنا باش فهمتي؟ باش يكون سوق نموذجي كما بغى سيدنا، ولا سوق نموذجي اللي انت فهمتي؟ وتكون الامور مزيانه وغادي الامور كتحسن باذن الله، فهمتي؟ انا نبغيو الخير، بغينا الخير، فهمتي؟ الا داروا معنا مزيان راه غنكملوا، ما بغاوش نتعبوا ونخرجوا على الشارع، راه عادي. انا مغاربه، كنا مغاربه وما كنخافوا حتى من واحد، الحمد لله. حنا المبادره الوطنيه ديال سيدنا خصها تكمل، داكشي اللي دايرين معنا في الالتزام، كاميرات راه ما كاينينش، لا ضربك شي واحد ما تعرف ما دير، داك التغطيه ديال الجوانب في الشتا راه ما يوقف حتى واحد، انا ما يجي عندك حتى واحد، حنا ما عندناش استطابه نصوبوا الجوانب، هما اللي عاجوا يصوبوا، يتكلفوا بداكشي. السيد العامل قال لنا حنا غنتكلفوا لكم بهادشي، هادشي اللي خاصنا في هاد الصوب، خاص الكاميرا، المراقبه، خاصنا الطواليطات ما كاينينش، الريحه كتجي خايبه من تم، خاصنا الضوء والماء. خاصنا بالنسبه للناس الزرقاء باش يحيدوني انا، بالنسبه لي انا وناس اخرين مده 18 عام وانا في الزرقاء، وحيدونا دخلونا انه خلاو الناس اخرين برانيين كيجوا تيخدموا تم كيستافدوا، وحنا هنا كنكملوا من جيوبنا ومضحيين على الشيء اللي عطاونا وكنفرحوا به من عند سيدنا، وخصهم يكملوا معنا ويعاونونا، الله يجزاهم بهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين. وحنا فرحانين بهذا الشيء اللي عطاونا وفرحانين وباغي نكملوا، ولكن حاجه ويوفروا لنا غير الضوء وجو كاميرات وشويه الامن، وتحنا حنا معاهم الله يجزيهم بخير مجموعين، هذا هو اللي غنقول. العمل ديالي تباخ، نعم سيدي، في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال سيدنا الله ينصره الله يخلي لينا، وعاش الملك وعاش الاسره الالويه الحمد لله. الخصائص اللي عندنا نعم سيدي هو الماء والضوء والكاميرات فقط، اما داكشي الحمد لله بخير وعلى خير، بالنسبه للامن والامان بخير وعلى خير الحمد لله والشكر لله. ثلاثه الحوايج خاصين، ثلاثه الماء الضوء الكاميرات، داكشي زوين، هادشي اللي خاص. اما المكان زوين الحمد لله بخير وعلى خير، بالنسبه للنظافه منظفين داكشي نقي زوين. اللي غنقول لك هو ان كاين شويه النقص ديال الاناره اللي مازال ما دخلتش للسوق، اللي حنا في صدد مع السيد العامل اللي غادي ان شاء الله واقفين عليها باش ندخلوا باش نربطوا الاناره بهاد السوق النموذجي. يعني ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حاجه يعني صعيبه، ومن غير داكشي اللي شويه ديال كنطلبوا حاجه وحيده انا كرئيس جمعيه وشويه الامن، لان هنا كما كتعرفوا ان هنايا واحد المنطقه شويه يعني فيها خطوره شويه على الناس اللي كتجي كتصيب بصعوبه بانها تجي هنا، لان كاين الناس هنايا شويه المكان كما كتعرف كتعرف شويه بالاجرام وبسميتو، كتعرف هذا المكان شويه متسخ يعني كان مهمل، كما كتشوفوا الان راه رجعت ليه الحياه ورجعت ليه، رجعوا ليه هاد الاخوان بالتعاون ديالهم وبالمساعده ديالهم، راه رجعوا الحياه للمكان اللي كان هو تراث، وكنعرفوا ان راه التراث ديال المدينه هو الحي البرتغالي، اللي الحمد لله ما بقاتش الرائحه ديال البول، ما بقاتش الرائحه ديال، ما بقاتش الازبال، ما بقاتش بزاف د الحوايج. يعني كما قلت لك في الاول حنا غاديين بشويه بشويه حتى غادي يكون ان شاء الله هذا السوق نموذجي بمعايير وبمقاييس ان شاء الله يعني ترضي الجميع. وكنشكروا ما ننساش اننا نشكروا السيد العامل اللي وقف بنفسه على هذا المشروع، وابى الا ان يساعدنا ويقف الى جانبنا والى جانب هؤلاء التجار او الباعة المتجولين اللي اصبحوا الان في مكان قار وفي مكان يعني كيرضيهم ويرضي العائلات ديالهم والاسر ديالهم، بعد ما كان يعني في الشارع كيدفع الكروسه ويديها، والان اصبح الان قار يعني كيخلي كل شيء يعني الامتعه ديالو هنا، وكينصل يعني سميتو تيمشي بحالاته بواحد الاريحيه. وكنشكروا كذلك السيد الباشا والسيد القائد ديال المقاطعه الثانيه، ونشكروا جميع السلطات يعني اللي كل من كان له يد من قريب او من بعيد، ونعود نشكركم حتى نتوما وشكرا.